السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بكم حبايبي بكل المشتركين الجدد. بتمنى من اللي بيشوف قناتي لاول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. حلقه النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم النوجه. النوجه ان شاء الله هنعملها بطريقه بسيطه جدا وسهله ومقادير بسيطه خالص وموجوده في اي بيت. المقادير اللي عندي، انا عندي كوبايه ونص من السكر، وعندي ربع كوبايه من الميه، وعندي تذكره فانيليا، وعندي 2 بياض بيضه، وعندي ربع كوبايه او معلقه كبيره من عسل الجلوكوز. يبقى وعندي هنا اي مكسرات، المفروض اي مكسرات عندك، يا جوز يا لوز يا فوزدو، اي حاجه عندك، سوداني عندك. انا الصراحه ما عنديش اي حاجه من دي غير الحمص، وهعملها بالحمص. انا كنت عملتها مره قبل كده باللوز والفوزدو، بس ان شاء الله النهارده هعملها معاكم بالحمص عادي خالص، مفيش اي مشكله. المهم اي مكسرات عندكم خلاص. هبتدي انا معاكم كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي انا اضيف الكوباية ونص من السكر بالشكل ده كده، بسم الله. كوباية سكر، وده نص كوباية، وعندي ربع كوباية المية، وهضيف انا بقى العسل الجلوكوز بالشكل ده كده حلو اهو. كده كوباية ونص سكر على النار، وربع كوباية المية، وربع كوباية العسل الجلوكوز، وهدي عليهم النار او اقسمه. انا عايزه اخليه يوصل لدرجه حراره 150 150، وبعد ال 150 بقى هبدا ان انا اخدهم. بعد انا ما اضرب بياض البيضه اللي عندي، هاخد ده واصبه شويه بشويه كده على بياض البيض. بس هبدا اهو معاكم. انا عندي بوله، وعندي هنا بياض بيضتين اهو، ده بياض بيضتين هضيفه، هضيف عليه تذكره الفانيليا كده. هبدا بقى ان انا اضربه كده خلاط، في ابدا ان انا اضربه بالمضرب الكهربائي ده السكر على النار اهو. انا عايزاه بقى يوصل لدرجه حراره 150، هسيبه بقى وهبدا بقى ان انا اكمل ضرب البياض البيض اهو، وهرجع لكم تاني ان شاء الله. دي حلو الشكل النهائي للبياض البيض اللي بقول لكم عليه. الحاله دي ان انا اقلبه كده ما ينزلش معايا، انا عايزاه يوصل للحاله ان انا كده اقلب ما ينزلش عندي من البوله بتاعتي، تمام. ومعايا على الناحيه التانية الشربات بتاعي برد، بس انا هو خلاص اسيبه لما يبرد شويه، وبعدين انزل عليه سرسوب سرسوب كده على البيض بتاعي بالشكل ده كده. يا حبايبي هبدا بقى ان انا افضي عندي السكر اللي عندي، تمام، شويه بشويه. هبدا بقى يا حبايبي ان انا افضي اللي عندي السكر اللي عندي، الخليط اللي عندي، شويه بشويه، واضرب المضرب بالمضرب شغال زي كده. الشكل النهائي اهو، بعد انا ما ضربتها فضيت انا السكر او العسل اللي عندي على النوجه بتاعتي على بياض البيض. وبعد شايفين قوامها اتمسكت ازاي، شايفين القوام. هبدا بقى ان انا اضيف عليها المكسرات اللي عندي، اي مكسرات عندي انا هضيفها. فانا قلت ما عنديش غير ده الحمص، فانا هضيف الحمص عندي خالص واقلبها. وعندي هنا انا كنت بحضر المفروض لو ورقه زبده عندي احطها،
لما انا ما عنديش ورقة زبدة، انا هنا عندي كيس عادية دهنتها زيت عادي، ده كيس عادية اهي دهنتها زيت عادي، واحط المكسرات عليها، احط شوية كده بالشكل ده، وهنزل بقى باللي عندي ده، وهنزل بيه كده بسم الله بالشكل ده. ودي يا حبيبي شكلها اهو بعد انا ما خلطتها. هجيب انا طبق الكيس الثاني ده كده واحط عليها كده بالشكل ده، نحاول بقى ان انا اسويها بالشكل ده. طرف الكيس الثاني انا برضو كنت دهناه بالزيت، تمام. نحاول بقى ان انا اسويها كده، وادخلها بقى عند التلاجة لما تتماسك كده وتهدى، يبقى نطلعها بقى ونقطعها بالشكل ده كده، تمام. انا بقى هدخلها التلاجة لغاية لما تمسك، وبعدين بقى نبقى نطلعها ونقطعها معاكم ان شاء الله. ودي يا حبيبي الشكل النهائي للنوجة بتاعتي انا بعد ما طلعت اهو في التلاجة، الشكل ده شايفين بيسيب ليها بسهولة اصلا خالص زي شايفين. ابدأ بقى ان انا اقطعها، ولو عايز اسيبها كمان شوية في التلاجة انا مغيبتهاش، انا طلعتها اصلا على طول عشان خاطر اكمل مع حضراتكم الفيديو. هبدأ بقى ان انا اقطعها كده بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. نقطعها بقى تقطيع حلو كده، هي ممكن ان هي تتاكل كده عادي، وممكن كمان لو انتوا عايزينها ناشفه شويه وحطوها شويه في التلاجه، يعني تقعد ساعه كمان ولا حاجه في التلاجه. بالشكل ده كده هبدأ بقى ان انا اقطعها كمان من الناحية التانية دي كده، وابدأ اعمل برضو قطع قطع صغيرة كده، وابدأ بقى ان انا اقطعها كمان كده القطيعة دي كده. بالشكل ده وده كده يا حبيبي الشكل النهائي قطعتها للنوجة بتاعتي، شايفين شكلها جميل وطعمها كمان والله تحفة. انا قلتلكوا اي مكسرات عندكم، انا اللي كان عندي وكان موجود عندي والله هو الحمص بس، هو ده انا اللي ضفته، في ناس بتحط عليها فستق ولوز وبندق وحاجات من ديت وفول سوداني والحاجات دي، بس انا ده الموجود عندي. شكلها بجد والله تحفة بجد يا جماعة، شايفين الشكل وطعمها كمان تحفة. هي كده اصلا، هي كده اصلا بقت حلوه ماسكه، بس انا بقى هسيبها لو عايز تاكل كده هي جميله جدا، بس لو عايزين بقى تسيبوها شويه في الثلاجه عادي.
يا ريت يا حبيبي لو انت استفدت من الفيديو بتاعي ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.